وفنا العكرمي صحفية قرأت في معهد الصحافة وعلوم الإخبار، وتخدم صحفية في مؤسسة إعلامية اللي هي موزايك اف ام، وخدمة أقبال في برشا مؤسسات إعلامية أخرى. موزايك اف ام كما نعرفوا الناس الكل اللي هي أول إذاعة خاصة في تونس، راهنت على المصداقية، على تأمين الخبر في الوقت، على السرعة، على المهنية في البرامج وإلا في الأخبار وإلا في قسم الويب ولا في التغطية الميدانية. كسبت ثقة الناس من خلال الأخبار متاحة اللي هي معناها مبنية، ماهيش أخبار وكهو، ما تعطي خبر إلا ما يكون فما مصادر موثوقة بتبيعة، فما تغطية متميزة من قبل الصحفيين وكذلك من عديد المنشطين ولا المذيعين، يعني صوتا امام الميكرو، وكذلك من المحررين اللي في الويب، قسم الويب بالطبيعه. هذا طبيعي على خاطر قسم الاخبار معناها نقولوا احنا كما البرامج الاخرين وكما قسم الويب، يعني العمود الفقري نتاع المؤسسه هو اي مؤسسه اعلاميه يكون هذاك المنطق، لكن قسم الاخبار اكيد عنده اكثر مسؤوليه ربما في بث الاخبار تكون يلزمها صحيحه، سريعه، دقيقه، في وقتها، جديده. والمسؤوليه كما قلت لك معناها اكبر من بقيه البرامج، خاطر هو كل قسم المجال نتاع الاهتمام نتاعه ولا المجال نتاع معناها تقديمه للمعلومة للمتلقي. قسم الأخبار مهمته أنه نقل الأخبار، ونقل الأخبار بتبيع ما هيوش نقل فقط، أما يكون معناها عنده جودة معينة، عنده يقوم على التثبت من المصدر، على المصداقية، على الجدة، على الحينية في الأخبار. يعني تسمع أخبار بتعدي معناها، أما بتبيع تعدي بشروط، مش الفايدة في السرعة. هو موزايك كما نعرفه معناها على الأقل الناس الكل، أنا كإنسانة نخدم فيها وإلا كعبيد تعرف اللي معناها السرعة تخدم عليها موزايك، لكن قبل السرعة يلزم تثبت من الخبر وبعد تجي السرعة. معناها السرعة مطلوبة ومهمة لكن قبلها تثبت. ناخذ إكزامبل، لا قدر الله عملي إرهابي وإلا القضاء على إرهابيين ولا اللي هو، خبر عاجل ما يستناش وسمعنا به، دونك كيفاش نتعامل؟ أول حاجة نعملوها تثبت من المصدر الرسمي ساعة، وإلا إذا كان فما عملية إرهابية عندنا مراسلين على عين المكان، في معناها شبكة من المراسلين تأمن لك. معناها أنا تويك باش نعطيك معناها شوية مصادر من اللي يتم اعتمادها في الأخبار العاجلة واللي هي معناها تكون مصدر الأخبار في حد ذاته، معناها اللي باش يتم إذاعته. فما شبكة من المراسلين في جميع أنحاء الجمهورية، دونك هذاكم باش يكونوا المصدر الأولاني نتاعك، لا قدر الله صارت أي حاجة عاجلة باش يعلموك. وإلا حاجة ميدانية فما صحفيين الميدانيين اللي موجودين في تونس الكبرى ويقوموا بالتغطية وإلا باللي هو. وفما اللي هي حاجة أخرى اللي هي المصادر الرسمية، فما حاجة نهزوا تليفون ونتأكدوا من المصدر بيدو، معناها من المصدر الرسمي بيدو، وتكون فما رواية رسمية. يعني المصادر بتبيعة كما قلت لك يا الزملاء الصحفيين وإلا الصحفيين الميدانيين، وإلا تليفون والتثبت يكون مع الجهات الرسمية والمعنية بالموضوع هذاك. نحكيوا على الشهر ولا شهر نص الاولانيين، انه احنا بكلنا معناها كتونسيين الكل مازلنا مانيش فاهمين شنو هي الوضع وشنو هي المرض وشنو هي الحكايه بالضبط. معناها من بعد كي بديت تتوضح الصوره بشوي بشوي، انت تحكي لي على شهر وشهر ونص الاولانيين، المرجع هو فما مراسلين كالعاده في الجهات عندهم معناها يعطيونا الارقام اذا كان توفى حد والا فما عدد من الاصابات والا حالات شفاء ولا اللي هو، يمدونا وفقا ديما للاداره الجهويه للصحه نتاع كل ولايه هما فيها. واحنا معناها هوني بطبيعه اتصال مباشر مع مصادر من وزاره الصحه، مدراء والا مسؤولين والا متحدثين رسميين بكل قسم والا دكاتره في المجال هذايا، دونك يدخلوا معنا باش يعطيونا سواء ارقام والا توضيحات والا شنو هو الفيروس هذايا ولا كيفاش ينتقل بين العبيد. وقتها مازلنا نكتشفوا شنو هو الحكايه بالضبط وشنو هي طرق الوقايه ولا اللي هو. دونك ديما المصادر الرسميه خاصه في المواضيع الحساسه اللي كيما هكا واللي تنجم معناها بكلمه صغيره تقلب راي العام، معناها المعلومه بحسابها. بون
هو ديما الاخبار اللي من نوع هذايا ممكن ديما تتعلق بالعمليات الارهابيه معناها. وقتها الناس الكل هكي عرفت على خاطر تحب ولا تكره يمسك معناها كل احنا معناها صحفيين اون جينيرال واحد يتحلى ديما بك الحياديه والموضوعيه واللي هو، لكن كي يصير او تصير عمليه ارهابيه ولا حديث تغتيال كما شهيد شكري بالعيد ولا محمد الابراهيمي الله يرحمهم، دونك في حاجات كيما هكايا عرفت كصحفي يلزمك تكون محايد وتتجند وكل شيء، لكن ديما فمك شويتك هكا المشاعر والاحاسيس نتاعك شويه هكا تتحي. بون نحكي على روحي في حاجات كيما هكا، اما بطبيعه واحد يتجند ويحاول يغطيها كيما يلزم معناه، بقى وقتها المعلومه ما تبداش موجوده بالدرجه المتوفره على خاطر الجهات الرسميه نقولوا وزاره الداخليه مثلا وقتها والا وزاره الصحه باش تاخذ معلومه على الحاله الصحيه ولا اللي هو اذا كان مصاب وتم نقله ولا اللي هو تكون شحيحه شويه بحكم انه المعطيات ماهيش متوفره وقتها بالباهي، لكن واحد يقعد ديما فما موت فما رصد معناه الكل ما هو جديد ومن المصدر اللي لازم واحد ياخذ منه المعلومة، أكيد مش باش يخرج حاجة غلطة ولا مش صحيح. تعاملنا معاه كما أي مؤسسة إعلامية وقتها، الله يرحمه المرحوم الباجي قايد السبسي، الحالة الصحية متاعه ما كانتش مستقرة، تم نقله وقتها للمستشفى العسكري، خرجت برشا أخبار، فما حتى الإشكال أنه معناه في علاقة بالموضوع هذا ولا غيره، ساعات حتى من العبيد القراب منه، بغض النظر على صفة معناها شنو، أما عبيد قراب منه ساعات هما اللي يخرج الأخبار، فهمت؟ دونك أنت في الحالة هذه هذاك يعتبر مصدر. إذا كان هو معناها حد من المقربين أعطاك المعلومة هذه، دونك أكيد باش تتنقلها وسائل الإعلام وكل شو، ما فما حتى وسيلة إعلامية نقولوا احنا معصومة من الخطأ أو من بث معلومة مش مقصودة بطبيعة أنه تبث معلومة ما هيش صحيحة وإلا غالطة، دونك في الحالة هذه أكبر مؤسسات العالم الإعلامية تصير الأخطاء جل من لا يخطئ، لكن المهم أنه الوسيلة الإعلامية تصحح أخبارها ولا معطيتها إذا كان تم بثها بالغلط، وما زيك بتبيع رايدة في الحكاية هذية هي تحاول ديما أنها تعدي أخبار صحيحة مصداقية من المصادر متاحة، لكن حتى إذا كان صارت فإنها تحرص ديما أنها تصحح المعلومة تعطي حق الرد، إذا كان فما عبد حس روحه أنه تمس في شخص ولا في مجموعة حزب ولا اللي هو معناه مجموعة هو مسؤول عليها بغض النظر على المجموعة هذية شنو، من حقه أن يردوا الحكاية هذية يردوا إلا يوضح وإلا ينفي ولا يعتذر، يعني المساحة هذية موجودة. وكما قلت لك إذا كان حتى فما خبر تعدى ناقص شوية معطيات وإلا خطأ غير مقصود بطبيعة ولا اللي هو أكيد نصحه، وأي نقد يجينا دليل على أنه معناها قوة مصداقية فالعبيد أكيد باش تستغرب وتقول لك راك ولا تفك الحكاية هذيك وأحنا بطبيعة نصلحه.